والجبيرة هي التي توضع من أعواد على الكسر ليلتئم، فهي عبارة عن أعواد توضع على العظم المكسور وتلف بلفافة ليلتئم وليجبر هذا الكسر، وهم يعبرون عنها بالجبيرة، مع أن التعبير في الأصل هو التعبير بالكثيرة، لكنهم عدلوا عن الأصل إلى هذه التسمية من باب التفاؤل، فيتفاءلون بأن الله يجبر كسر العظم، كما يقال للأرض التي لا ماء فيها ولا شجر مفازة، أي من الفوز تفاؤلا، وكما يقال عن الملدوق أو عن اللديق يقال السليم من باب التفاؤل.